المصريين مالهمش حدود، حدودهم السماء. شوفوا شيماء محمد اللي اتولدت وهي تفقد البصر بالعينين. تيجي شيماء لأنه ما عندهاش حدود توقفها، تتحدى هذه المعاناة وتلتحق بمدرسة النور وتتخرج من كلية الآداب قسم اللغة العربية وتحقق حلمها في إنها كمان تتميز في الفنون اليدوية، فأتقنت موهبة بتاعت فن البامبو الخيرزان. فاكرين الكراسي بتاعت زمان؟ يعني جيلي كان يشوفها في النوادي وفي الكازينوات وبتاع قبل ما تطلع لنا موضة الكراسي البلاستيك الغلسة دي، إنها تقيل قوي. فتيجي بقى شيماء تشتغل، يعني الأول هي تاخد بكالوريوس الآداب قسم اللغة العربية وتتقن فن الخيرزان أو البامبو وتعمل قطع الأساس. عايز تقول للمصري له حدود يا راجل؟ شوف التقرير. من الأول خالص يعني كان عندي وقت فراغ، فحبيت إن أنا أتعلم حاجة جديدة، فتواصلت مع الجمعية هنا عن طريق مدام حنان حشيش، وهي اللي تواصلت معايا ووفرت لي وسائل المواصلات لحد ما جابتني هنا ودخلت الورشة. أول حاجة عملتها عملت حاجة اسمها حامل سخن، ده يعني الحاجة بتطلع من على النار بتبقى سخنة بتتحط عليه، ده أول حاجة أنا عملتها. لما حسيت إن أنا خلصته في الأول وحسيت إن هما هنا بيشجعوني، فبدأت إن أنا أحب الشغل. عندنا هنا بنعمل عيشات بالغطا، وبنعمله ممكن كمان بنعمله بومبونيرة وأطباق مقفولة وأطباق مفتوحة، طبعا مدورة ومربعة وبيضاوي. وفي رمضان بقى طبعا عملنا فوانيس، يعني كانت فكرة برضو جديدة ونالت إعجاب الناس كلها. يعني اشتغلت هنا، بدأت طبعا إن أنا أحكي مع أصحابي هنا على خدمات الجمعية والمهنة، فكلمت مع أصحاب كتير ليا جدا، لدرجة حتى إن هم نال إعجابهم لدرجة إن هم جم هنا الجمعية كمان. نفسي اعمل مشروع بامبو خاص بيا، ونفسي اكون مدربه كمان زي استاذه ناديه كده. وعندي طبعا اسرتي، بابا وماما هما اللي بيدعموني، اي حاجه انا ببقى عايزه اعملها بتبقى مفيده ليا بابا بيدعمني ويقول لي روحي اعمليها على طول، يعني ما بيقوليش لا في اي حاجه هو شايفها مفيده بالنسبه لي، وماما برده كذلك وبتدعمني. انا عندي رساله بحب اوجهها للناس اللي شايفيننا، ان مفيش اعاقه بتوقف حد، فانا مش معنى ان انا كفيفه يبقى انا هقعد في البيت وخلاص ومش هعرف او مش هينفع اعمل حاجه، لا طبعا. انا يعني اهلي الحمد لله علموني، حتى انا دلوقتي معايا ليسانس اداب لغه عربيه وحافظه القران بالكامل، وجيت هنا الجمعيه ودعموني وتعلمت هنا نشاط البامبو، وناويه اكمل باذن الله، فما فيش اعاقه بتوقف، وكلام الناس كمان ما يوقفنيش.